صباح الفل يا رجاله. تاني تعالوا كلوا معانا. محمد جاب لنا شاورما وجاب لنا لانشون حلال. معلش بقى ظروف الطريق اللي لقيناه، جبناه شاورما ولانشون وبيبسي. طيب شكرا يا محمد على الاكله الجميله دي. لا لا شفا يا اسطى، اتفضل معانا يا رجاله. شاورما يا اسطى، شاورما ولحمه حلال. حلال حلال، بس الصوص يعني مش حلال. يعني اللحمه حلال والعيش مش حلال. عميد الادب الروسي الكسندر سيرجيفيتش بوشكين. بوشكين بالنسبه للروس حاجه كبيره جدا، يعني اي حد في روسيا هتلاقيه يعرف الكسندر سيرجيفيتش بوشكين، لان هو كاتب معروف عالميا. انصحك ان انت تقرا له وهتعرف منه حاجات كتيره. يعني بجد هو اصله اساسا اصله افريقي، ولد هنا من ام روسيه، بس هو الشكل عنده لو بصيت عليه هتعرف ان هو مش روسي. هو اسود شويه وشعره اكرم زي انا كده. فانصحك ان انت ممكن تدخل على الانترنت وتقرا عن الكسندر سيرجيفيتش بوشكين. طبعا ده معروف في روسيا بطريقه كبيره جدا. يعني على فكره اللي وراه دوت متحف، المتاحف هتلاقيها كتير جدا في سان بيتربورج، معروفه. هو هنا مكتوب عليه باللغه الروسيه هناك روسكي موزي، اللي هو متحف روسي. متاحف كتيره جدا هنا هتلاقي عليه زحمه. يعني هو خلاص، يعني سمعنا ان خلاص هتفتح قريب ان شاء الله، بس الله اعلم امتى بالظبط. طيب دلوقتي الناس عايزه تخش، بس طبعا هم بيمنعوهم، لان طبعا بعد ما سمعوا الخطاب بتاع بوتين الناس بدات تخرج زي ما احنا شايفين في الفيديو، ان الناس معانا كتيره جدا في الشارع. بس الفتح امتى بقى الله اعلم. بيتر جميله، من اجمد المدن اللي انا بحبها. فباجي سان بيتربورج بحس ان انا مبسوط، لما بروح موسكو بحس ان انا مخنوق. يعني بالنسبه لي ان انا اجي سان بيتربورج ارحمني بكتير. ليه؟ يعني عارف انت لما بتشوف مدينه بتحس فيها براحه، هي سان بيتربورج. سان بيتربورج طبعا هي غاليه مش رخيصه، بس ارحم من موسكو وارحم من مدن ثانيه. بيتر الحياه فيها جميله جدا، بس زحمه، زحمه، زحمه عربيات، زحمه ناس، زحمه كل حاجه. بيتر الحياه فيها يعني مش صعبه ولا سهله، بس علشان فعلا تعيش فيها برضه محتاج ان انت تتعلم لغه. لو هتتعلم بعربيه في روسيا لو في بيتر بتكون صعبه. يعني احنا النهارده جايين بالعربيه، انا نسيت العربيه فين الله اعلم، هنروح ندور عليها انا ومحمد. بس فعلا التحركات هنا تبقى بالمترو احسن، لان فعلا المدينه هنا زحمه. يعني احنا كمان جايين في يوم في وسط الاسبوع، مش في يوم اللي هو زحمه. يعني المفروض النهارده مفيش زحمه، والناس اللي بنتكلم معاها بنسالها انتوا عندكم زحمه ما عندكمش زحمه، بتقول لك لا النهارده المدينه مش زحمه. بس في الاساس ان المدينه على طول بتبقى زحمه، فعلشان كده بقول لك لو جاي سان بيتربورج خلي الحركه بتاعتك كلها بالمترو، بلاش ان انت تتحرك كتير بالعربيه. ليه بقى؟ لان حركتك بالعربيه هنا هتلاقي نفسك واقف في 5000 اشاره مرور، وهنا لازم تلتزم بالقوانين. الروس في سان بيتربورج ما بيلتزموش كتير جدا بيها، بس برضه خليك انت ايه احسن منهم. المدن الصغيره بتكون ارحم خد بالك من المدن الكبيره، بس المدن الكبيره كجمال، طبيعه، حلاوه، شغل، فلوس طبعا في المدن الكبيره. انما لو عايز تعيش مرتاح البال وحياه هاديه هيبقى عندك الحياه في المدن الصغيره. دي شوارع سان بيتربورج، هتحس ان الشوارع متبلطه او نظيفه عامه على طول، بس هنا الحركه شغاله على طول في النظافه، لان دي اساسا بلد الرئيس بوتين. يعني هو بوتين مواليد سان بيترسبورج، فعلى طول بتلاقيه موجود هنا. وهي عامه سان بيتربورج مبنيه ان هي تكون عاصمه للدوله الروسيه قدام اوروبا. يعني هي لما اتبنت فعلا، يعني بيتر الاول لما بناها بناها علشان تكون يعني العاصمه الاوروبيه في روسيا. معروفه جدا في روسيا سان بيتربورج، ما اعتقدش ان في روسيا بس، اعتقد ان في جميع دول العالم. هنا في جامعات كتيره جدا، بس انا ما اعرفش عنها حاجه، يعني ما عنديش معلومات عنها كتيره. روعة. انت تستجم وان انت تتفسح وكده في روسيا برضه مكان جميل. سان بيتربورج يا جدع. اكيد دي مش اول مره ان شاء الله، مش اخر مره. طبعا رحله ان شاء الله موفقه من سان بيتربورج. طبعا في واحد هناك شكله بيلون الوان. ف ده بيلون بيرسم شكله رسام هو. اصحاب المساجد العالي، المساجد العالي. هتيجي تتفسح هنا؟ تيجي تتفسح هنا، بس غالي. الكنيسة ديت في زيها في موسكو. الأساس بتاعها موجود في موسكو، بس دي معمولة بتراث مختلف جدا عن اللي في موسكو. دي في سان بيتربورج موجوده برضو، اللي هو اللي على البلوش الكراسن بلوش اللي هو الميدان الاحمر، موجوده برضو زيها، مشابهه بطريقه كبيره ليها جدا. محمد
قديم اهو. بس انا عايز اقول لك حاجه، احنا الاصل برضه، احنا الاصل، احنا عندنا البراميده طبعا. الناس دي عندهم عجلات حربيه، احنا عندنا عجلات حربيه. فاهم امتع حاجه النهارده ان احنا قدرنا ناكل كشري وفول، لان انا بصراحه بقى لي 4 سنين ما اكلتش ولا كشري ولا فول. ايمن برضه حوالي بقى له 5 سنين او او داخل في السنه السادسه. ولا في بتاع ورا مرضوعه. الجو برد يا جدعان، خدوا بالكم فعلا بجد الجو برد، مش الصيف اللي الواحد متوقعه زي عنده في الدول العربيه كده. محمد كان بيشاور لهم، محمد اللي بيشاور لهم بقلب جامد. اجمل حاجه هنا ان انت كل واحد بيوصف، كل واحد في حاله. يعني شوف ان احنا النهارده قضينا وهيسنا وهزرنا مع الناس وضحكنا ولعبنا وعملنا كل حاجه، ما فيش اي حد سمعنا كلمه ملهاش لازمه، ما فيش اي حد اتدخل في اللي احنا بنعمله، ما حدش، كل واحد في حاله زي ما انت شايف كده. يعني انت صورت كتير وانا صورت كتير، كل واحد في حاله. هو ده اللي احنا نفسنا نوصل له، نوصل لربعه الدول العربيه او الدول او مصر تحديدا، نفسنا نوصل للكلام ده، ان كل واحد في حاله. ماليش دعوه ده ماشي مع مين، بيعمل ايه، بيسوي ايه، كل ده ماليش اي قصه بيه، ماليش اي علاقه بيه، كل واحد هنا في حاله. يا رب نتعلم الربع. والله الواحد حاسس ان هو ماشي في لندن، نفس الستايل، نفس الناس، نفس الكوفيهات، نفس كل حاجه. بجد جميله سان بيترسبورغ يا جماعه، جميله جميله جميله. بس اكتر حاجه فيها العربيات، العربيات فيها اكتر من الناس. العربيات على فكره على مستوى عالي جدا. سان بيتر هي اجمد مدينه في روسيا الاتحاديه. المهم يا جدعان احنا مش لاقيين العربيه، يعني احنا وقفنا العربيه في حته دلوقتي احنا بندور عليها مش عارفين هي موجوده فين. فحد ممكن هنا بيتكلم عربي يا جدعان يقول لنا فين العربيه؟ فين العربيه يا جدعان؟ مفيش هنا الاسايس بقى، ولا واحد مثلا ينخم عليك وخمسه جنيه وستاند عشان تمسح لك العربيه، ومفيش الجعر ده، مفيش الكلام ده هنا. اه فعلا زي ما محمد قال ان هنا مفيش سايس بيقف العربيات، هنا كل واحد بيركن عربيته بيرجع لاي مكانها. بس الافضل ان انت تركن العربيه في مكان تكون عارفه عشان ما تتوهش منك، خد بالك. يعني احنا من الصبح بندور على العربيه، بس الحمد لله في الاخر وصلنا لها. يعني في مشكله في سان بيترسبورغ ان انت ما بتعرفش تركن العربيه في الشوارع العموميه علشان الزحمه اللي فيها وكده. يعني ايوه فين احنا، فين احنا، وصلنا. زحمه برضو زي موسكو تعتبر بالظبط في الزحمه بتاعتها، بس طبعا يعني دول مدينتين مختلفين جدا عن بعض. موسكو بتختلف بدرجه كبيره جدا عن سان بيترسبورغ. النهارده يعني بالنسبه لنا يوم صعب، لان احنا نعتبر انا ومحمد ما نمناش، بس جينا وصورنا وتفسحنا وشفنا برضو وفرجناكم معانا. احنا دلوقتي في طريق العوده لبسكوف. طبعا احنا معانا تقريبا 290 كيلو او 280 كيلو، لسه معاكم مكملين لحد ما نوصل بسكوف. شدوا حيلكم يا رجاله، تعالوا روسيا اتفسحوا في الدنيا دي، تشوفوا اطلع اتفسح في فلوس ربنا كرمك، اطلع اتفسح لف في الدنيا، الدنيا حلوه، الدنيا جميله، اوعى تيأس في يوم من الايام. مشي امورك وظبط دماغك وظبط حياتك وتعلم لغه. تعليم اللغه بيفيدك حاجات كتيره، بيخليك تتفرج على العالم كله. محمد النهارده قالك معانا، محمد بيبعت لكله تحيه يا جدعان، واحلى تحيه ليكم من سان بيترسبورغ روسيا. شكلنا كده جوعنا جدا جدا، عايزين نشرب وبتاع، فدخلنا اي سوبر ماركت عندنا هنا خالص.
يجيبوا اي حاجه معانا في الطريق واحنا ماشيين عشان ناكل ونشرب وكده. لسه المشوار معانا طويل يعني. احنا دلوقتي طلعنا من سان بيتربورج اللي هو يعني خلاص احنا بدأنا نمسك طريق بسكوف. دعونا ان احنا نرجع بالسلامه ان شاء الله قبل الليل بقى ما يدخل علينا عشان مش هنقف طريق في الطريق. شكرا لكم يا رجاله وان شاء الله يا رب الفيديو عجبكم ونشوفكم دعمكم معانا يا شباب. في الاقتراحات تحت هستنى تكتبوا لنا الفيديو حلو ولا لا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا اعجاب واكتب لنا ممكن نعمل لك ايه من روسيا. عايز تعمل ايه عن روسيا واحنا ممكن نعمله لك، بس اكتب لنا اهم حاجه انت محتاج ايه بالظبط تعرفه عن روسيا. وان شاء الله تكون فيديوهاتنا بتفيدك. السلام عليكم واشوفكم في فيديو جديد.